أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر اليوم 28 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون. وبهذه الاعتقالات ترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 9430 معتقلا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وأكد النادي في بيان أن العمليات للاعتقال رافقتها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.